هل السيدات بتكون عرضة لجلطات الشريان التاجي أكثر من الرجال؟ تمام، هي النقطة الأولانية هو الشريان التاجي، هو تسمى الشريان التاجي لأن هو ده الشريان اللي بيغذي عضلة القلب، وهو بيلف حوالين القلب من كل الاتجاهات فزي التاج، فعشان كده سميناه الشريان التاجي. السيدات عندهم حاجة زي بارادوكس، يعني حاجة وعكسها. الحاجة الأولانية زي ما قلنا أنهم عندهم بسبب الهرمونات فهم محميين أكثر من الرجالة أن يجيلهم جلطات في لغاية سن الستين، لغاية لما تأثير الهرمونات ده بيروح وبعد كده يتساوي مع الرجالة. لكن في نفس الوقت علشان أكثر، يعني أغلبنا بنتوقع أن السيدات بتتدلع وحاجات زي كده، فبنهمل أن احنا نشخصهم. ففي أبحاث كتيرة بينت أن السيدات بتتشخص أقل وبتبقى ساعات تغفل تشخيصها بسبب أن احنا بناخدها أنها بتتدلع. فهي حاجة هم محميين، بس في نفس الوقت مش لازم نغفل لو حد، بالذات لو سيدة عندها سكر أو عندها ضغط أو عندها كوليسترول عالي وجالها ألم في صدرها، لا لازم نشوف سبب الألم ده إيه. ما نقولش إنها كونها سيدة ومحمية لغاية سن الستين يبقى خلاص على كده. تحت سن الستين يا دكتور، هل السيدة بتكون معرضة برضو، يعني في الأربعينات مثلا في الثلاثينات، هل السيدة بتكون معرضة برضو لجلطات القلب ولا لا؟ لو احنا قارنا راجل بست ما عندهمش اي عوامل خطوره زي سكر وضغط وكوليسترول، وراجل ما عندوش نفس الحاجات دي، هنلاقي ان الرجاله معرضين اكثر لامراض القلب. لكن لو قارنا ست عندها سكر مثلا من النوع الاول من وهي شابه صغيره براجل في نفس العمر ما عندوش سكر، هتبقى الست معرضه اكثر لجلطات القلب. وهكذا لو عندها بقى كمان جنب السكر ده ضغط او في تدخين او في كوليسترول، كل الحاجات دي بتزود عرضتها اكتر انها يجيلها امراض القلب.